الرحمن فرحان طلبه استشار المعمل المركزي للزراعه العضويه والارشاد الطبي. السلام عليكم. طبعا انا برحب بجميع الدارسين في اكاديميه انطلاقه، واتوجه بالشكر الجزيل لصديقي الدكتور مصطفى على دعوته ليا لحضور جميع حفلات وتخرج الدارسين في اكاديميه انطلاقه. ومن هذا المنطلق انا بقول لجميع الدارسين، العلم ليس له نهايه. مش معنى ان انت خدت شهاده النهارده ان ستوب، لا، لازم انا اكمل واشوف ايه الاحسن والاحسن والاحسن، وازاي استفيد بمنحه مثلث القاده. يعني ايه مثلث قاده؟ يعني ايه قاده؟ كيف اكون قائد في مكاني؟ القياده ان انا مش هقود مجموعه بس، ده انا اقود نفسي في جميع تصرفاتي العمليه والنظريه، اقود تصرفاتي مع الاخرين، اقود وادير كل ما هو حولي، وازاي استفيد بيه. ده معنى مثلث القاده، ان انا مش النهارده هسبح ابقى قائد لمجموعه، لا. الفكره في التدريب كيف نستفيد من العلوم اللي احنا خدناها في اداره ما هو حوالينا من افراد وتصرفات، والنهوض بكل ما هو جيد في المجتمع اللي بنعيش فيه. واتمنى لكم التقدم الدائم ان شاء الله، ومجالات احسن في كل الاتجاهات اللي بتنمو التي ترغبون الوصول اليها ان شاء الله. وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله.